تتعدد الآراء وتبرز أهمية الإعلام. وعند الحديث عن الهوية والانتماء والوعي والتأثير الإيجابي في الرأي العام، لا بديل عن الإعلام. الأستاذة الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. بالتأكيد إحنا بنعيش عصر ثقافة الصورة في كل حاجة. حضرتك بتكلمي كتير وبتكتبي كتير فيما يسمى بأخلاقيات المهنة. إزاي أتعامل أولاً مع الجمهور اللي بيشوفني أو اللي هيقراني، اللي هيقرأ لي يعني، أو الضيوف اللي أنا معاهم. حضرتك بتعتبري الإعلام من يعني الأدوات في المجتمع التي تساعد على تنمية المجتمع؟ هي أدوات أساسية لتحقيق التنمية في كل مجالاتها. الذكاء الاصطناعي ماذا سيفعل في مجال الإعلام؟ الذكاء الاصطناعي ببرامجه المختلفة مرتبط بإسهامات الذكاء البشري. عن الإعلام المصري وصناعة الوعي، عن الإعلام والمسؤولية الاجتماعية، وماذا يريد المواطن من الإعلام؟ حوار جديد في حديث العرب من مصر الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.